الله 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 على هالكاسة، طال عمرك على مسيار الظهر، عشت والله. أيوة. ابو فهد القيلوله، القيلوله يقول اللي شربته وانت ضمن المساكين. ايه؟ صرت الامير اللي يحل المشاكل. اي أيوة والله لا تخلينا الحين مشاكل. مبروك هالجيب، الله يبارك. الحين هزاع عاد يا الربع، الحين ايش يقول؟ الحين من يركب الجيب يقول يا راكب جيب جديد مشخط. جايبي مع البيضة سمك حجة. اي سمك حجة يا مال السمك. غلاك للدتسن، ما عمرك قصت بالدتسن ولا قلت شيء، ولا تقول عاد على دتسن يعجبك ممشاها. قصيدة اول بس يا اخوي. بتقمي زينة. اي والله مرهيمة تستاهل. هذاك تقول هذه غلاها من غلا عيالي، من غلا ما ادري وش الدتسن، ولو يحطونها بدفتر عائلة غير احطها بدفتر عائلة. شفتها كلها بعد زولي، حتى هذا بعد زولي. هذا ما نزين، شوف وقفته. أيه. هذا من جوب الهيئه الاولات. لا اله الا الله. اي هو شوف يا جا عند من عند المسجد ام القلال. لا واحد يقول تقول تقول جيب ضابط خفر. يا بس ناقص صفتي جيبك هذا. السلام ورحمه الله. يا مرحبا. يا هلا. وين شو اسمه؟ وش مكيف؟ محله ما تغير. والله. ايش بلاك؟ تقول انت مضبوط مشيتك يا اخي، مشي مي مضبوطه. ليش؟ انا من اليوم افقدك ما عليك تمرين. لا امسح. طيب انا تمرنت الجيم ما ابي شيء. ما ابغى شيء. ليه؟ اقرب على شباك مسوي. تقف على عيني. خبره بالطيخ الاول. ايه حق وادي الدواسر الطويل. وحق وادي الدواسر. ها؟ طولت راسك انت راس يا ابن حلال. اسمع عبد الله مش شعر مش طقي. ما بك شعر انت مشط يا رجل. يعيش ارتاح. لهم دوم. يتجلبها. ويريدت وكود. هذا تعبان من رجليه بس لسانه لا 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 معضل. صبر قوي ابوي. والله. قلها بشعر. طيب وش؟ باللغة العربية فصحى كلامك اللي قلته قبل شوي. اللي شافت بجي يعني صافي الدمع اللي ولا ما بقى صافيه اللي بدينا عاد تكرر قصير. اي بعد نعم اعطناها جنيه يلا باتل. يا العين حنا نبي جنيه اللي قلتها ما نبي هذه. تعيد عيد تعيد عيد تعيد خلي الضرسك هنا الضرسك تبلع. عاد تقيس من اسمك يا عيني يا شاينه وجهي وجيبي متغسلينه المدري ليه تريدينه؟ اللي ما يرد كان. نعم. اي. يوم اني غمضت عيوني سمعت اللي ينادوني. لا سمعت اللي ينادوني. ادري حلم وكادي. حطيت يدي بردوني. اي. سمعت اللي ينادوني ما ادري حلم ولا وكادي تهوني. هو يوم اني رمادي. اي. حطيت الراس متادي. اي. سمعت حصل قصادي ذكرني بدور المضر. احنا نبي الطقيه والشماغ والثوب كل شيء قصد به. اي اي ايه. يوم رميت ثوبي يوم اني شربت فنجاني عند وجيه رجالي. الله يهديك. الله يسلمك. حطيته للروس وسود جذبني اسال قصود انت ما تبي لا لا انت بس القرنفل طيب القرنفل لا تتراها لا اطلعها كامله 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 يا ابو كاتب تكفى يوم اني رميت اشداد لا لا ما تهلا لك يا اخي باه شحطه